السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم البنات جبت لكم عبايات للبيع، واخا ماشي ماكثرش بزاف. المهم بغيت نوريكم اي حاجه نشاركها معكم اللي صوبتها، كنتمنى يعجبكم. واللي عجبته القناه ديالي، اللي ما مشارك في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وشكرا الاصدقاء ديالي لا القدام لا الجداد، لا اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله. شكرا الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا لكم مره اخرى على التعليق ديالكم الزوينين وعلى اللايك ديالكم. وما تنساونيش في لايك، اي واحد دخل يدير لايك الا جات على خاطره. اليوم غنوريكم عبايات زوينين. اليوم ما درت عبايات، درتهم كلهم باللوان، عبايات البيع اللي بغاهم 250 درهم. الا كنتو حدايا في المدينه فاش انا موجوده، 250 درهم. اللي كان بعيد عليا 300 درهم، كتزاد 50 درهم ديال الامانه. كنتمنى يعجبكم، وكما قلت لكم اللي عجبته القناه ديالي يشترك معايا باش دائما الا حطيت شي حاجه يوصلكم. غنوريكم عبايه الاولى، هانتوما معايا عبايه الاولى هي هذه درنا ليها جوج الوان، لون كحل من هنا، لون مزوق من هنا، ولون كحل من هنا، والتحت العكس، التحت بحال هكا. انتما غادي نلبسها معكم باش تشوفوا كي دايره، باش تشوفوا الجماليه ديالها كي دايره. كما العاده دائما انا غنحطهم لكم في المكان تلبسوا، غير كتبان بحال هكذا كما كتشوفوا. ملي غتلبسوا الماكر غادي يبان لكم الشكل ديالها كي داير. درتهم لكم اللوان معكوسين، الكحل هنا وداك اللي باللون اللي هذا اللي محجر هنا، والتحت عاوتاني نص التحت ثاني حتى هو شكل اخر بحال هكا. وحده اخرى البنات، هذه درنا ليها نص ديال ليمونج بهذا اللون، ولا باترين بهذا اللون، وكلها كحله من اللور، والنص التحتاني بحال هكا كما كتشوفوا. كنخليوهم هكذا اللي بغاهم بالحزام، كنديروهم بالحزام، كيدير ليهم الحزام كياخذوهم هكاك. اللي بغاهم بالطراقات كنصوبوا ليه الطراقات كما العاده، كما كنقول لكم دائما. انتما غنلبسها معكم باش تشوفوا حتى هي كي جات. كتكون بحال هكذا، كتكون هكذا. هذه الطي كبيره شويه كما كتشوفوا، جاتني انا كبيره. اي شال درتو ليا غيجي معاها في هذا اللون اللي فيها. غنوريكم واحده اخرى عاوتاني زوينه حتى هي تقريبا. هذا يلا واحد الشكل اللي ما حطيتو لكم من قبل، هما غير اللوان دابا اللي مختلفين كما كتشوفوا، غير اللوان اللي مختلفين. ماشي هذه عاوتاني دايره بحال هكذا، هذه هي التوب ديالها كي داير. واللور دائما تيبقى كحل. غنوريها لكم حتى هي. هذه فنة غزالة حتى هي. كتكون بحال هكذا. وان شاء الله مورا عيد الاضحى غادي ندير لكم عبايات كلهم في الكحل. غادي ندخل فيهم غير الدونتيل الشبكه، غادي ندخل فيهم. المهم ما غاديش ندير باللوان، غادي نغير حيت كاينين الناس اللي بغاو غير الكحل بوحدو. ان شاء الله مورا العيد غندير لكم الكحل. كاينه هذه الكمام ديالها ها كيفاش درناهم كلوش، الكمام كلوش بحال هكذا. والتحت حتى هو درنا ليه هذا الثوب بحال هكذا. انتم كتكون بحال هكذا حتى هذه، كتجي فنه في اللبسه، كتجي زوينه. بالنسبه اللي كتبين ليه رجليه راه كيلبس معاها كيلبس معاها من التحت شي حاجه اللي مستوره، اللي بغاها يلبسها مع تلبس مع السراول.
كتكون هي كلها كحله ولكن قميمتها لي موش كيكونوا بحال هكذا كيكونوا فلوش بحال هكذا كما كتشوفوا. والتحت التحت ما غاديش يبان لكم دابا لان ما عنديش لي سباس باش يتشد لكم كلشي. انا غادي نحطهم في الميكرو وغادي تشوفوهم كاملين من الفوق حتى لتحت. غادي ندير لكم واحد الفيديو صغير وغادي تشوفوهم. كاين عاوتاني هادي هادي بحال هذاك الثوب اللي درنا فيه نص نص ولكن هادي درنا ليها غير نص ديال لي مونش بحال الاخرين هكذا حتى هادي كتجي زوينه هي. واللون كالعاده اليوم غادي نقيسهم معكم كاملين تشوفوهم كي دايرين. هي غادي تلبسهم كما قلت لكم الماكل غير هي نلبسهم معكم حتى انا وتشوفوهم كتجي بحال هكذا. بغيتو كديروا الحزام بحال هكذا كتحزموه من هنا. بغيتو كديروا لها الطرقات اللي بغيتو اللي بغا بالحزام كما قلت لكم كيديها هكذا واللي بغا بالطرقات راه كنديروا ليه الطرقات سير بلاصه وكيديها. حتى هادي فنة بقات وحده غادي نوريها لكم حتى هي زوينه البنات. ديجا هاد الموديل حطيته لكم ولكن بطريقه اخرى. هادي الكمام ديالها مديرين بهاد الثوب ديال التليجه والتحت التحت درناه هكذا ولكن كما كتشوفوا غنوريكم ولكن درنا فيه لي فرونس مكمش من هنا ودرنا غير القدام اللور ما فيهش. هانتوما شفتوه اللور ما فيهش البنات اللور درنا كله كحل. نوريكم اللور ديال العبايه كله كحل اللور كله كحل. القدام ها هو القدام هو اللي درنا فيه هذا ودرنا ليه لي فرونس لي فرونس اللي هما هاد التكيمشات اللي كتشوفوا هنايا كتجي فنه في اللبسه كتجي زوينه. غادي نقيسها واخا ما غاديش يبان لكم داك ما غاديش يبان لكم داك الدونتي ديال التحت ولكن ضروري قيست معكم نقيس معكم حتى هذه. هذه كتكون بالطرقات هكذا اولا كما قلت لكم بسميتو لكم تيبقى بحال هكذا الا 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 لبستوها. اللي ما بغاش يديه يبان بحال هكذا كيدير شي بودي اولا شي حاجه. والتحت راه كتشوفوا كي داير نحاول الى قدر يبان لكم كيبان بحال هكذا البنات كتبان فنه. واللور ما فيه هذاك الثوب كاين غير في القدام كما كتشوفوا. هذه هي العبايه الاخرى اللي شفتوا معايا. درت لكم غير ما بغيتش ما غنحط لكم حتى فيديو. هادو هما العبايات اللي عندنا ديال البيعه البنات مع كاينين العواشر وكاين الخدمه بزاف ما قدرتش ندير لكم اكثر من هكا. ومرحبا بكم اي واحد بغى شي حاجه مرحبا به. غنخلي لكم التليفون ديالي في الفيديو النمره ديال الواتساب. ومرحبا بكم مره اخرى وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى اللايك ديالكم. الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله بقاو مع الفيديو حتى الاخر غادي تشوفوا لي موديل كلهم غادي ندوزو. اي فيديو حطيت لكم ديال العبايات للبيع راه كيكون فيه لي موديل ديال العبايات من الاول حتى الاخر. ربما يقدر يكونوا العبايات حتى اللي ما حطيت في الفيديو كندير لكم العبايات باش تشوفوا لي موديل اللي عندنا ولي موديل اللي تنخدمو. وشكرا لكم مره اخرى بقاو معايا حتى تشوفوا لي فيديو كاملين ديال العبايات.